السلام عليكم. رح نستكمل بهذا الفيديو الدرس السابع لمادة الحاسوب الصف التاسع، ربط الصفحات والمواقع وإضافة الوسائط صوت ومقطع فيديو. بالجزء الأول من الدرس تعرفنا على وسم الارتباط التشعبي. بهاي الجزء رح نتعرف إن شاء الله على وسم إضافة مقطع صوت لصفحة الويب ومقطع فيديو حتى تكون صفحة الويب ملفتة أكثر للأشخاص حتى يتم تصفحها أو عدد الزوار يكون لها أكثر. بداية رح نعرض كود مكتوب بلغة الـ HTML بيحتوي على الوسوم الأساسية اللي تعرفنا عليها في دروس سابقة. هون حددت العنوان بوسم تايتل وطني، فعنوان الصفحة رح يكون وطني. أضفت وسم H1 عنوان الفقرة، فرح يكون عندي النص سورة الفاتحة على صفحة الويب. هون بنبلش بالوسم المسؤول عن إضافة المقطع الصوتي، وهو وسم أوديو. هاي الوسم عنا، هذا الوسم أنا بس أبلش أكتبه زي باقي الوسوم، بغلقه بالشكل الطبيعي باك سلاش وأوديو. طبعا هو كباقي الوسوم في له عدة خصائص مرتبطة فيه. من هاي الخصائص المرتبطة فيه خاصية كنترولز. هاي الخاصية مسؤولة عن إضافة شريط التحكم على صفحة الويب. المقطع الصوتي دائما له شريط تحكم اللي عليه زر التشغيل وزر الإيقاف والشريط الزمني، بالإضافة إلى التحكم في ارتفاع الصوت، منه بنقدر نعلي ونوطي الصوت. طبعا هاي الخاصية تمتاز بأنه ما بسند لها قيمة، فقط إذا أنا ضفت كلمة كنترولز لوسم الأوديو فبتم إضافة شريط التحكم. إذا ما ضفت الخاصية كنترولز ما رح يتم إضافة شريط التحكم. في عندي متعلق أو مرتبط دائما بوسم الأوديو وسم سورس. وسم سورس بيحتوي على خاصيتين مهمات، اللي هي الخاصية الأولى خاصية سورس تعرفنا عليها في السابق، فرح نكتبها اختصارها CRC يساوي بين الدبل كوتيشن حطينا مصدر أو موقع المقطع الصوتي اللي بدنا نضيفه، طبعا حطيناه بالتفصيل. فأنا هون رح أضيف مقطع صوتي بسورة الفاتحة، موجود عندي بميوزك، موجود عندي بفولدر الميوزك أنشأته من قبل ورتبت فيه المقاطع الصوتية اللي رح أضيفها لصفحة الويب. الخاصية الثانية اللي بضيفها داخل الوسم سورس اللي هي خاصية تايب. لإيش هاي الخاصية؟ هاي الخاصية لو نرجع للجدول صفحة 51 جدول 3-7 في خصائص لأنواع الملفات. كل مقطع صوتي له نوع، فمثلا ممكن يكون MP3 أو GG، فكل حسب نوع المقطع أنا باخذ من الجدول القيمة اللي لازم أضيفها للخاصية تايب. فهون أنا عندي الامتداد لإله MP3، فرح أخذ القيمة المقابلة للMP3 وأضيفها بين الدبل كوتيشن. طبعا هذا الوسم ما إله إغلاق، ما بيتم إغلاقه. طيب هون بنلاحظ في عنا نص لا يدعم نوع الملف الصوتي. في المتصفحات القديمة كان ممكن المتصفح ما يكون بدعم هذا النوع من الملفات الصوتية، فكان يطلع لي المسج لا يدعم نوع الملف الصوتي، إنه إذا ما بدعمه يطلع لي هذا المسج. لكن المتصفحات حاليا حديثة وبتفتح أي نوع من أنواع المقاطع الصوتية. هاي إغلاق الأوديو. لو عملنا فايل سيف وجينا على صفحة الويب اللي بعنوان وطني اللي أنا أنشأتها، شغلت هاي شريط التحكم اللي تم إضافته من خاصية كنترولز، ممكن أعلي أو أوطي الصوت من خلالها. هاي الشريط الزمني وزر التشغيل، لو أشغلها رح يشغل معي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. هاي هون ممكن أعلي أو أوطي الصوت. أعوذ بالله من الشيطان. طيب ثاني إشي بدنا نتعرف عليه اللي هو الوسم المسؤول عن إضافة فيديو لصفحة الويب، اللي هو وسم فيديو. سهل بسيط جدا، نفتح وسم كالوسوم السابقة اللي تعرفنا عليها بنفس الطريقة، نكتب فيديو. هيك أنا عملت وسم الفيديو، بغلق الوسم مباشرة زي ما تعودنا كيفية إغلاق الوسم.
فيديو. هون وسم فيديو مشابه تماما لوسم الاوديو، نفس الخاصية كنترولز لحتى نضيف شريط تحكم للفيديو اللي رح يظهر معنا على الصفحة. بعدها رح نفتح وسم سورس ونضيف فيه خاصيتين اللي هي خاصية المصدر إشارة اليساوي والدبل كوتيشن. شفت ودبل كوتيشن. هون رح أضيف الفيديو، وين موقع الفيديو، يعني أنا بدي أدل البرنامج على موقع الفيديو وين هو موجود على الجهاز لحتى يتم وضعه بصفحة الويب. فأنا هون حاطة الفيديو عندي بالفيديوز. لو أرجع للفولدر هون نرجع لماي فيديوز، هاي الفيديو بعنوان السلام الملكي .mp4. رح أضيف السلام الملكي لصفحة الويب. باجي هون على الشريط، نعمل كوبي للعنوان، نرجع لصفحة الويب وبنعمل بيست لعنوان الفيديو أو موقعه وين موجود عندي بالضبط موقع الفيديو. عملنا بيست لموقع الفيديو اللي بدنا نضيفه. بعدها عنا خاصية تايب اللي هي رح أحدد فيها نوع الملف. هون أنا نوع الفيديو اللي أنا ضفته امتداده هون موجود عندي MP4. رح أرجع للجدول صفحة 51، فهو محدد لي القيمة اللي لازم أدخلها للخاصية تايب، شو هي الخاصة بالامتداد MP4. فهون MP4 فيديو باك سلاش MP4 فيديو باك سلاش MP4. هيك انتهيت من إضافة الفيديو. لو عملنا فايل سيف، رجعنا لصفحة الويب، عملنا ريفرش، رح يظهر معنا الفيديو هاي هون، هاي شريط التحكم بشغل منه، رح يشغل لي السلام الملكي الأردني. هيك احنا بنكون أكملنا وتعلمنا كيفية إضافة مقطع صوت ومقطع فيديو لصفحة الويب. يعطيكم ألف عافية.